بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس أو فارس أوفيشال. مقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون شرح كيف تجيب النادي الأهلي في لعبة فيفا 23. طبعا كلنا عارفين أنه النادي الأهلي غير موجود في لعبة فيفا 23 بسبب هبوطه لدوري يلو، ولكن في مقطع اليوم أنا بإذن الله بحاول أسوي لكم أقرب شبه للنادي الأهلي وأقرب أطقم وأقرب ملعب يشابه كل شيء يخص النادي الأهلي، وعاد الله يوفقنا، وإذا كان في أخطاء وقصور عاد اعذروني، بس هذا الحاضر وهذا اللي نقدر نسويه مع اعدادات اللعبه. طبعا نسوي النادي في الكارير مود اكيد. اولا في البدايه انا راح اختار انه انشئ المدير الفني الخاص فيني، فبشكل سريع ما راح يعني اعدل على المدرب واختار شكله حاليا، بس راح اختار اسم المدرب. نعم، السير فارس، عشان تبقى يعني الحقوق مسجله. طبعا قبل ما ابدا اتكلم عن الشرح كامل وقبل ما ابدا اسوي كل الطرق، اذا لسه ما اشتركت في القناه فوق على يسار الشاشه طالع لك كلام، اضغط عليه واشترك، وخلينا نوصل اكبر عدد من المشتركين اليوم. اوعد اي شخص يشترك انه باذن الله يستمتع بمحتوى القناه. الشيء الاخر اضغط زر لايك عشان يوصل هذا المقطع لاكبر عدد من الاشخاص، وتابعوني عبر حساباتي الموجوده تحت في التعليقات في الوصف للي حاب يعلن او يتواصل. طبعا انا بحط الجنسيه القطريه بس عشان اقدر ادرب المنتخب القطري في كاس العالم بعدين. على العموم تجي الان إنشاء نادي. حلو حلو. أول ما تضغط إنشاء نادي تروح للاسم، تحذف كل شيء طبعا مكتوب هنا، وتكتب كالتالي. لعلمكم أنا يعني ما أحب ألعب باللغة العربية كثير بسبب الجلتشات الكثير اللي تصير يوم تلعب باللغة العربية، بس حبيت يعني وقررت أحطها عشانكم بس. فالأهلي طبعا اسم النادي الأهلي يعني مسألة بسيطة، ما أعتقد أنها صعبة عليكم. لقب النادي أنا بالنسبة لي شخصيا أفضل لقب ممكن تحطه للنادي الاهلي هو موجود تحت، تنزل تحت اخر شيء وراح تلقونه موجود، وهو رويالز. اوكي اوكي، النادي الراقي. حلو حلو، فنختار رويالز، بعدين الاسم القصير نكتب كالتالي: ال اهلي بهذا الشكل. بعدها اي اف سي. اوكي اوكي، حلو حلو. او نكتب اهل برضو في نفس الوقت، كويس وافضل حتى، يعني هو الاسم اللي استخدموه دائما. طبعا تغيير الفريق تجي هنا وتحط السعودية وتختار النادي اللي تبي تحط الاهلي مكان. فانا بالنسبة لي شخصيا ما ابغى اشوف العدالة في الدوري، فبحط الاهلي مكان العدالة. واهم شيء هنا تحط خصمك، ومين خصم الاهلي؟ الاتحاد اكيد، يعني ما يحتاج. نجي لتخصيص الاطقم والشارة. اول شيء الشارة، صعب انك تلاقي شارة تشبه شارة النادي الاهلي، ولكن شخصيا اكثر شارة لقيتها قريبة تقريبا ومشابهة لشارة النادي الاهلي هي تقريبا هنا. ثواني بس، لاني انا حطيتها والصراحة شفتها مناسبة جدا للنادي الاهلي. انا مشكلة اني ضيعتها معكم الحين يا اخوان، وهذه نكبة ترى، الاخطاء تصير فاعذروني عليها. ثواني بس، طبعا انتوا عندكم اختيارات كثير تحطونها في الشعار، يعني مسألة الشعار ما نخاف عليكم فيها. تقريبا هذه، تقريبا تقريبا نعم هذه، نقدر نقول التاج، ونقدر نقول الكورة الموجودة في شعار النادي الأهلي، فهذا هو أقرب شعار لقيته للنادي الأهلي. من ناحية الأطقم، فالأطقم للنادي الأهلي ثلاثة: الطقم الأول الأبيض الأساسي وهو كالتالي. طبعا الألوان، اللون الأساسي تحط الأبيض اللي هنا، اللون الثالث كمان الأبيض اللي هنا، اسم الرقم وتحديد اللون، يفضل انك تحط اللون الاخضر وبيطلع جدا مناسب معاك، والثالث تحط هذا عشان يضبط معاك. طبعا لا، الثالث تحط هذا، والثانوي تحط هذا. اوكي اوكي. اختيار القميص برضو انتم لكم حرية اختيار القميص، لكن انا بالنسبة لي شخصيا اكثر قميص شفته مناسب للنادي الاهلي وشبيه للقميص الحقيقي هو تقريبا، ثواني بس، مشكلة اني دائما دائما اثبت على شيء فجأة يضيع. اوكي هذا هو. حلو حلو، هذا هو الطقم الاساسي. طبعا الطقم الثانوي هو الطقم التفاحي، وفي نقدر نقول حبة لون بنفسجي هو الطقم الاخير، اخر طقم موجود في اللعبة. نعم، اخر طقم موجود في اللعبة هو الطقم الثاني للنادي الاهلي، هذا هو. طبعا اللون الاساسي اللون الاخضر الفاتح اللي هو هذا. حلو حلو. اللون الثانوي هو اللون البنفسجي هذا. حلو حلو. اللون الثالث هو اللون البنفسجي هذا، اي نعم. والاسم والرقم اللون البنفسجي اللي تونا ايضا اخترناه هذا.
تقريبا هذا هو اقرب طقم، وطبعا اللون يمديك تختار هذا، بس انا اشوف تقريبا اقرب طقم يعني مناسب للون التفاحي هو هذا الطقم تقريبا. حلو حلو، فهذا الطقم الثاني للنادي الاهلي. اما عن الطقم الثالث وهو الطقم البنفسجي بحت، نعم هو الطقم البنفسجي البحت. طبعا الالوان كالتالي، اللون الاساسي هذا، اللون الثانوي لون اخضر فاتح نفس اللي اول، وكان هذا هو تقريبا، نعم هذا هو الافضل. واللون الثالث بنفسجي بس اغمق شوي، يعني نقدر نقول بدرجة هذا اللون. والرقم والتحديد طبعا لون ابيض. بخصوص شكل القميص، فشكل القميص راح يكون كالتالي، هذا هو. وتقدروا تقريبا تطلعون على النادي الاهلي وتطلعون على قميصهم، وراح تلاقون انه في شبه كبير بين هذا الطقم والطقم الموجود. اما عن طقم حراسة المرمى فلكم حرية الاختيار، بس لو نتذكر طقم محمد الربيعي اللي يلعب فيه في اغلب المباريات هو الطقم البنفسجي. عرفت كيف؟ الطقم البنفسجي. والجميل طبعا اذا انك انشأت نادي يمديك تعدل عليه لاحقا وتعدل على الاطقم في الموسم اللي بعد، فهذا بالنسبة لي شخصيا اقرب طقم للنادي الاهلي. وكذا نقدر نقول سوينا الطقم والشارة. خلونا الان نروح للملعب، ملعب النادي الاهلي عاد ما يحتاج، ملعب الامير عبد الله الفيصل. واقرب ملعب يشبه ملعب الامير عبد الله الفيصل هو هذا الملعب اللي راح اوريكم اياه الان. تقريبا مشكلة اني شايفه اليوم. اوكي هذا هو الساديو لاس ارتس. طبعا تضغط مربع عشان تعدل على الاسم، وتكتب بعد الاسم كالتالي برنس عبد الله الفيصل، وكذا اتمينا ملعب النادي الاهلي. طبعا بقيه اعدادات الملعب يمديك تتحكم فيها شخصيا، وتحط الارضيه والاجواء وشكل المدرجات، يعني لون المدرجات بشكل عام في ملعب الامير عبد الله الفيصل هو اللون الاصفر، فتحط اللون بهذا الشكل. وطبعا هو ملون عده الوان، بس انا بالنسبه لي شخصيا ما راح احط اللون الاصفر، تعرفه النادي الاهلي ونادي الاتحاد، فيفضل انك تحط اللون الاخضر عشان يتناسب مع النادي الاهلي. كذا نقدر نقول انه اتمينا الملعب، ويمديك تعدل عليه لعلمك. الاجواء الارضيه ايضا اذا حابب تعدل عليها عدل عليها لاحقا. سوينا الشارة، سوينا الملعب، وسوينا الأطقم الأقرب للنادي الأهلي. الآن نروح للتقييم الإجمالي. طبعا التقييم أنت تختار التقييم الأنسب لتشكيلتك، فأنا بالنسبة لي شخصيا يعني النادي الأهلي بعد هبوط وأغلب اللعيبة اللي فيه لعيبة عاديين، فنقدر نقول نحط نجمتين مبدئيا. عمر التشكيلة حط اللي تبغاه، أنا شخصيا بحط متوازن. ميزانية الانتقال انا بالنسبه لي كبدايه بحط 50 مليون، لاني راح اجيب اغلب اللعيبه لعيبه جدد للفريق، لانه اللعيبه الموجودين في اللعبه لعيبه وهمين، ولكن يمديك تعدل عليهم. توقعات مجلس الاداره، الافضل انك تحط عملاق كره القدم، لانه النادي الاهلي كذلك، وعملاق كره القدم بالنسبه لي هو الافضل. تطوير الشباب منخفض، وما راح تشغل بالك في المواهب، لانه المواهب اكثر شيء مزعج انا بالنسبه لي شخصيا في الكارير، والوضع المالي ايضا راح ترتاح فيه. فبالنسبه لي ممتاز جدا وضع عملاق كرة او عملاق كرة القدم. نروح تقدم ونروح اللي بعده الان. طبعا تعدل على اللاعبين اللي تبغاهم، هذا الجميل في هذا الجزء، يعني تختار لاعب وتعدل عليه وتحط مكانه لاعب من النادي الاهلي. فانا بالنسبه لي شخصيا ما راح اسوي عدد كبير من لعيبه الاهلي، وانا اشكر هبوط الاهلي. هو صحيح الواحد المفروض ما يفرح بهبوط الاهلي، لكن هبوط الاهلي راح يخليك تبني التشكيله الحقيقيه، لانه اغلب اللعيبه الموجودين في النادي الاهلي هم لعيبه عاديين. فالان في الكارير ما راح تحط الا اللعيبه المهمين، يعني 4 5 6، لانه مستحيل واحد يعني يحط كل اللعيبه الموجودين، لانه اغلبهم عاديين ولا راح تستفيد منهم، وتضيف انت لعيبه من عندك جدد وتوقع معاهم في اغلب المراكز. فانا بالنسبه لي شخصيا راح اضيف محمد الرباعي، راح اضيف باستوس، راح اضيف فهد الحمد، راح اضيف علي مجرشي، راح اضيف علي الاسمري، زياد الجهني، هيثم عسيري، ورياض بودبوز، وبعدها راح ارجع لكم وراح احط لكم تفاصيل اللاعبين للي حابب يحطها، فراح اسويها وارجع لكم باذن الله.
طبعا للأسف صحيح أنهم أضافوا هذه الميزة، ولكن نسوا أهم شيء فيها وهي التعديل على الأوجه. يعني لعلمكم أي لاعب تدخل عليه هنا ما يمديك تعدل على وجهه أبدا، بس تعدل على البنية والمعلومات والطقم، بينما الوجه واللحية وإلى آخره ما يمديك تعدل عليها أبدا. فعلى العموم كل اللي قدرت أطلع فيهم 5 لاعبين، وأنا بالنسبة لي هم اللي تقريبا راح أستخدمهم. محمد الربيع للأسف ما في أي لاعب يشبهه، وفي بعض اللعيبة حتى ممكن ما يكون شبههم بنسبة كبيرة، ولكن قدرت أني أقارب بينهم. طبعا انت يمديك تعدل على اللعيبه، وكل واحد راح تطلع له وجه مختلفه. انت شوف اللي يناسبك واختار اللعيبه اللي تبغى تعدل عليهم وحط المركز والى اخره. فانا بالنسبه لي شخصيا رياض بودبوس طلع لي، الفرق تقريبا انه هذا اللاعب شعره اشقر، بقيه الاشياء يعني متواصفه مع رياض بودبوس. طبعا هذه هي معلومات اللاعب، وهنا بنيه اللاعب الجسم، وهنا ايضا مركز اللاعب اذا كنت حابب تسوي نفس هذا اللاعب، والطاقات طبعا انت حددها بعدين لاحقا. هذا رياض بودبوز. سويت غير رياض بودبوز ايضا عندنا اللاعب هيثم عسيري. هيثم عسيري هذه هي طاقاته وتفاصيله اذا كنتم حابين تسوون زيه. طبعا الطول يفضل انك تزيده حبه، يعني صحيح هو طوله في الحقيقه 173، بس اللعبه ما هي جايبته بالضبط، فتقدر تقول كذا الطول مناسب جدا للاعب. هذا هيثم عسيري، طبعا ما في شبه كبير في اللاعب، ولكن هذا اللي قدرنا نطلع فيه مع هيثم. وشفنا ابو دبوز، وعندكم هنا علي مجرشي. علي مجرشي يتوقع انه اكثر شخص يشبه اللاعب في الحقيقه. هذه هي تفاصيل اللاعب، وهذه هي البنيه، وهنا ايضا مركز اللاعب. وعندنا اخر لاعبين هم مواهب الفريق، الكابتن زياد الجهني. وزياد الجهني يعني اللاعب شوية مو ذاك الشبه، بس يعني حاولت. هذه هي معلومات اللاعب إذا كنت حابب تضيفها، وهنا طول اللاعب، وهنا أيضا مركز اللاعب، المعلومات للمرة الأخيرة. وآخر لاعب عندنا علي الأسمري. طبعا باستوس وغيرهم ما لقيت أي لاعب أسمر يشبه اللاعب تقريبا، وأيضا حتى محمد الربيعي. وهذا هو كابتن الفريق علي الأسمري، ويمديك عاد أنت أيضا تعدل عليه وتضيف من عنده من عندك لاحقا طبعا. وهنا ايضا مركز اللاعب. ختاما تقريبا هذول هم اللاعبين الاقرب واللي قدرت تجيبهم من النادي الاهلي. في عده لاعبين من النادي الاهلي موجودين في الكرير مود، راح اوريكم اياهم الان ونديكم تجيبونهم. مده الدقائق راح احطها طبعا بكيفك، انت تحط اللي تبغاه صرامه المفاوضات. الافضل انك تحط متساهله، فتره الانتقالات اهم شيء انك تحطها مفعل عشان توقع مع اللعيبه اللي تبغاهم. والان نسوي تقدم، وراح ارجع لكم اوريكم اللعيبه من النادي الاهلي الموجودين في اللعبه. وهذه هي لحظة تقديمنا مع النادي الأهلي، أقرب شعار إن شاء الله عاد إنه مناسب يعني. فشكرا للصحافة، وخلونا الآن نقدم النادي الأهلي. أوكي أوكي، البطولة الودية أنا أشوف هذه مناسبة، فيها في ريال، أوكي في ريال بي، بس ما في مشكلة، فيها الخليج وبقية أندية المملكة. خلوني الآن أوريكم بقية تفاصيل الفريق واللعيبة اللي مديك توقع معاهم. طبعا تشكيلة الفريق او ادارة الفريق، خلنا نشوف بشكل عام. عندكم رياض بودبوز، وعندكم ايضا هيثم عسيري، وعندكم ايضا علي مجرشي وزياد الجهني، وعلي الاسمر حاطينه حارس. اوكي ما في مشكلة، راح نعدل باذن الله على التشكيلة لاحقا. اما عن اللاعبين اللي يمديك تجيبهم وهم موجودين اساسا في الحقيقة في النادي الاهلي، ولكن اللي معار منهم النادي واللي متواجد منهم في نادي اخر. عندكم اولا النجم الايسر والمبدع والرائع اليوسكي. اليوسكي موجود طبعا في اللعبه، اكتب اليوسكي وراح تلقى اللاعب قدامك. طبعا من لعيب النادرين من النادي الاهلي موجودين. وعندكم ايضا الظهير الايسر اللي ما توقع احد منكم يلعبه، لكن راح يفيدكم كدكه، وراح يفيدكم ايضا كواقعيه، وهو هاني الصبياني والمتواجد مع نادي الخليج. وعاد تقريبا هذول هم اللعيبه الوحيدين من النادي الاهلي في الحقيقه الموجودين في اللعبه. يمديك عاد ترجع بعض اللعيبه القدامى، امثال معتز هوساوي، امثال محمد العويس، وتصحح اخطاء الاداره السابقه. يعني الاداره السابقه للاسف فرطت بلعيبه كثير، انت يمديك الان تصحح اخطائهم وترجع هذول اللعيبه، وايضا تبني الفريق اللي انت حابه. فعندك معتز، اليوسكي، الصبياني، اسماء كثير. على العموم هذا هو الشرح اللي قدرت اطلع لكم فيه. ممكن او اقدر اقول لكم بنسبه كبيره انا مقصر، نعم انا مقصر في هذا المقطع، لكن اشهد الله انه هذا اكثر شيء نقدر نطلع فيه من هذه اللعبه عشان نضبط النادي الاهلي ويطلع بهذه الطريقه.
اتمنى اني ما قصرت معاكم، وان قصرت اعذروني على هذا الشيء، انه هذا هو الشيء الوحيد اللي نقدر نطلع فيه بسبب حذف النادي الاهلي من اللعبه. كان معكم فارس فارس اوفيشال، واذا استمتعت في هذا المقطع اضغط زر لايك عشان يوصل هذا المقطع لاكبر عدد من الاشخاص، وشارك في القناه اذا لسه ما اشتركت، وتابع المقاطع السابقه طالعت لكم الان عبر الشاشه. شكرا لكم جميعا، وفي ختام كل مقطع لا تنسون تذكرون الله عز وجل، وتابعوني عبر حساباتي الموجوده تحت في التعليقات في الوصف. تحياتي لكم ومع السلامه.